السلام عليكم. كنت أطبق بيوم من الأيام سنة 2009 مستشفى مدينة الطب. جاني مريض كبير بالعمر كان يعاني من سوفان برقبته. السوفان بتعريف بسيط هو اضمحلال السائل الغضروفي اللي يفصل بين الفقرات، وهذا الاضمحلال يسبب ضيق بالمسافة بين فقرة وأخرى مثل ما تلاحظون بالصورة. هذا الضيق يسبب ضغط على الأعصاب الخارجة من بين الفقرات. هذا الأمر يؤدي إلى آلام وخدر وضعف بالأطراف العليا. هذا الرجل كان يعاني من هاي الآلام ومن هذا الخدر ومن هذا الضعف. تخيلوا ما كان يقدر يمشط شعره، كان صعب عليه يرفع إيده يأكل، وصعب عليه ينزع القميص. تخيلوا العفو حالة أي شخص مثلكم هيك. شلون؟ أنا بذيك اللحظة تخيلت والدي، أو أنا بالمستقبل يصير بي هيك شيء. هذا الأمر ثار بي الفضول، قلت لازم أجد طريقة لعلاج هيك حالات. بحثت لقيت التمارين العلاجية الساكنة، نوع من أنواع التمارين يساهم في علاج حالات مثل حالات السوفان وانزلاق الفقرات. يتم تأديتها من خلال الأطراف العليا، لكن مثل ما تلاحظون ومثل ما سولفت لكم انه هذا الامر صعب على المرضى اللي يعانون من هيك امراض، لان يعني ايديهم تكون ضعيفه وعندها خدر. بهاي الحاله شلون؟ هذا الامر لازم القى له حل. اثناء البحث ايضا وجدت انه الرياضيين يستخدمون نوع معين من التمارين يساهم في تقويه وبناء عضلاتهم، لكن بها نسبه خطر عاليه عليهم، قد يسبب لهم انزلاق غضروفي. هاي الامور شلون نعالجها؟ هاي الشغلات وهذا البحث دفعني اكثر انه اجد طريقه لمساعدة هؤلاء الناس. والطريقة كانت نيك ثيرابيست. نيك ثيرابيست هو جهاز ابتكرته يساعد في تقوية وبناء عضلات العنق، حيث يساعد بإنجاز التمارين العلاجية الساكنة اللي تساهم في علاج حالات السوفان وانزلاق الفقرات، وكذلك يساعد في أداء تمارين تقوية العضلات للرياضيين. مثل ما تشوفون النموذج الأول من الجهاز كان شيء بسيط، يتكون من كرسي خشب، قطع حديد، وفد نوع معين من التركيب يفصل بين المستخدم والجهاز سبرينج من المقاومة من خلال حدد نوع التمارين. هذا الأمر، هذا الجهاز كان نموذج بسيط بإمكانياتي وصنعته بيدي يعني، لكن كان يؤدي الفعالية المرجوة من عده. فحصته وجربت به حالات مرضية، درست من خلاله 40 حالة مرضية، كل حالة كانت تتعالج لمدة 15 جلسة. 70% من هاي الحالات وصلت إلى مرحلة استقرار الحالة وزوال الألم. 20% من عدها وصلت إلى مرحلة الألم والأعراض قلت، و10% كانت تحتاج أكثر من 15 جلسة حتى تتعالج. هذا الإنجاز والبحث الأكاديمي دفعني أنه أطور الفكرة، أنه أوصلها للعالم، أنه ممكن نعالج هيك حالات وممكن نساعد الرياضيين بطريقة أسهل بتقوية عضلاتهم. حاولت وبحثت وجدت برنامج نجوم العلوم، برنامج من أفضل البرامج إقليمياً يساهم في بناء ومساعدة المبتكرين على إنشاء ابتكاراتهم وتطويرها. رحت وهذا اللي صار بقطر. يستخدم الجهاز، يلبس الخوذة وكذلك يجلس على الكرسي. في واحد يستعملها هلا؟ إيه. You see the contraction. You feel it. Okay, you feel it. طريقة الاستخدام سهلة، بسيطة التركيب، يسمح للمرضى وللرياضيين وللأشخاص العاديين. حسن، ماني مقتنع إنه ابتكارك يونيك، فأنا صوتي إلك لا. أنا صوتي لإلك رح يكون لا للمرحلة الثانية. ثانكس. أنا مآمن بنفسي إنه أنا مبتكر، ف maybe السنة الجاية يكون أفضل من الآن. في مخترع داخل حسن، جزء يطلع هسه، جزء يطلع بعدين. بس في مخترع داخل حسن. أشكركم هواي. I love it. اللي تعرض هيك موقف يرجع لبيته يشمر الجهاز بقرب زبالة وينسى الحياة. لكن مو وياي. مو وياي إنسان هدفه يعالج الناس. كل اللي يريده أساعدهم. رجعت في بطني، نشرت إعلان على الفيسبوك
ذكرت فيه انه انا مخترع عراقي حاصل على براءة اختراع ومبتكر جهاز يعالج الناس. خسرت برنامج نجوم العلوم لكن اريد اطور جهازي. نشر الموضوع مثل النار بكل مكان يشاف. واحدة من البيجات عدد المشاهدين إلى وصل 150 ألف مشاهد، والفيديو خلال 24 ساعة انشاف 1640 مشاهدة على اليوتيوب. نشر الموضوع، جوي شباب يعرضون مساعدتهم إليه من كل مكان بالعراق، حتى مو بالعراق، بكل العالم، عراقيين بالسويد، بأمريكا، بأستراليا، كلها تريد تساعدني. جمعتهم من خلال الفيسبوك، كوننا مجموعة تحمل مختلف الاختصاصات، مجال الهندسة الطبية، في مجال الهندسة الميكانيكية، في مجال الهندسة الإلكترون برامجات، في مجال التصميم، مصورين، وأكيد أطباء وياي، ودعم لوجستي. اجتماعنا وكل اللي جمعني بين هذول الشباب طموح والعراق. قدرنا بظرف 21 يوم فقط من 2009 ل 2013 انا اشتغل عليه بوحدي. بيوم ب 21 يوم فقط حولت هذا الشيء شفتوه بسيط لجهاز يؤدي من خلاله كل انواع التمارين اللي تحتاجها الرقبه. هذا النموذج الجديد من عده. حاليا جهاز تصميم ويتكون من ثلاث اجزاء اساسيه. كرسي بلوحه تحكم الكترونيه يتم من خلالها اختيار اي نوع من التمارين بقبضة زر واحدة. عندك سوافان بس تدوس سوافان الباقي على الجهاز، عندك انزلاق بس تدوس زر الانزلاق والباقي على الجهاز. تريد تسوي تمارين وتقوي رقبتك، اختار نوع التمارين هو يحددها ويشتغل عليه برنامج الجهاز. حاليا كرسي ولوح تحكم، هيكل حامل للجهاز، هذا الهيكل يرفع ويخفض، وايد اسحق مصريين للعلم، اي يرفع ويخفض دائرة حركات الرأس اللي تلاحظوها. داخل هاي الدائرة يوجد ذراع المقاومة هو قلب الجهاز. من خلال هذا الذراع نقدر نأدي نوع التمارين اللي نريدها، تمارين ساكنة علاجية، حدد التمارين الساكنة ونعطي مقدار الشد اللي يكون بدون إزاحة. نريد تمارين مقاومة يكون بها مقدار الشد متغير وإزاحة متغيرة. من خلال هذا الجهاز نقدر نأدي كم هائل لكل عضلات الرقبة. بعد هذا الجهد والتعب أفخر بكون عراقي، وأفخر بكون أكو شباب ساعدتني وقدرنا نحول الفشل إلى نجاح. ما راح أتوقف عن الجهاز إذا ما أشوفه بكل مستشفى وبكل مركز تأهيل وعد كل شخص يحتاجه. أوعدكم من منصة تيدكس ما راح أتوقف إذا ما سويت. الفشل هو الشحنة اللي دفعتني للأمام. خلوا فشلكم يكون هو الشحنة اللي تدفعكم للأمام. من تفشل ساعد بعضنا البعض، نحاول نغير قدر الإمكان. ما حد يقدر ينفض نفسه بوحده، لازم مساعدة الآخرين. طولت عليكم وأشكركم هواي.